التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين من مناسبات شهر ذي القعدة. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعيش ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام بناء على رواية أن في مثل هذا اليوم 23 من شهر ذي القعدة سنة 203 للهجرة كانت شهادة الإمام الرضا عليه السلام على يد طاغية زمانه المأمون العباسي الذي تمادى في إيذائه وظلمه، فكان يعظمه في الظاهر ويعاديه في الباطن، حتى أن الإمام عليه السلام كان يتمنى الموت ويقول: اللهم إن كان فرجي مما أنا فيه بالموت فعجله إلي. ولم يزل مغموما مكروبا حتى قضى مسموما شهيدا مظلوما غريبا. وعمره الشريف 55 سنة، ودفن في طوس خراسان حيث مزاره اليوم الذي يعد معلما من معالم آل بيت الرسالة وملجأ للمؤمنين والمحتاجين، يفد عليه المحبون ويزدحم حول ضريحه الزائرون يتقربون بزيارته إلى الله تعالى. وتستحب زيارته اليوم ببعض زياراته المعروفة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة. رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، كما نسأله أن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.